طبعا فئة الـ SLA غمارة 2022 لكن في درج زي ما تلاحظون. بسم الله ما شاء الله، هذا هو. وهذه مساعدة إذا حبيت تطلع الحوض كذا نزول. بسم الله. وخلونا نتعرف عليها وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. وتغطيتنا اليوم عن جي ام سي سييرا فئة SLA درج. الباب الصندوق الخلفي يجي درج. متابعيني الكرام، موديل 2022 للمعلومية، وسعر حدود ال 168 ألف ريال. طبعا نتكلم عن تاريخ اليوم. فئة SLA طبعا هي الفئة اللي بعد الستاندر على طول، لكن هذه فيها ميزة باب الدرج الخلفي. الجي ام سي سيارة طبعا سيارة بيك اب، شاحنة خفيفة نقل، تنافس فورد اف 150 ورام 1500، ولا ننسى تويوتا تندرا وكذلك نيسان تيتان، واكيد شقيقة الشفرلي من نفس المصنع سيلفرادو. فئة SLA طبعا من الفئات المرغوبة والجميلة والمميزة، واللون اللي قدامنا هو اللون الأحمر الجميل، الأحمر الأحمر، ما هو العنابي إلى آخره، لا الأحمر الرسمي. محركها V8 5.38 سلندر، طبعا نتكلم عن حدود 355 حصان تقريبا، وقيرها أوتوماتيك طبعا من 8 سرعات ونظام الدفع، فهو خلفي دبل خفيف دبل ثقيل، وتقدر تخليه على الأوتو. طبعا قبل صراحة ما نتكلم عن مواصفات الخارجية للسيارة، يسعدني اخوان الكرام اشتراككم بالقناة، قناة متخصصة بالسيارات، ويمكنكم اضافة حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام وعلى التيك توك. طبعا سيارة لدى مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات. الشبك السيارة بالمقدمة جاي كروم زي ما نلاحظ. عندنا اضاءات LED طبعا نور عالي واطي LED. عندنا صدام سيارة ستيل فيها اربع حساسات امامية ما شاء الله تبارك الله. شوف نلاحظ شعار السيارة جاي في أعلى المنتصف من شبك السيارة. نروح إلى الجنوط اللي تيجي بمقاس 18 إنش مع كفرات 265 على 65، والكفرات من نوع جودير، والجنط 18 في تكحيلات خفيفة. عندنا هنا طبعا ديكور فتحات تهوية، فقط ديكور عليه شعار 5.3 لتر V8 جي ام سي. وعندنا هنا انارات على المرايه مع تطعيمات كروم خفيفه على المرايه. اسم السياره على الابواب سيارة. نحاول ناخذ زاويه اوسع شوي زي ما نلاحظ. X31 اوف رود طبعا زي الباكج، يعني زي Z71 الى اخره، لكن هذا جاي على الجي ام سي السياره. من الخلف زي ما تكلمنا باب الخلفي يجي فيه درج، باب الصندوق هذا هو. طبعا عندنا الصدام الخلفي ستيل، عندنا اربع حساسات خلفيه، فتحتين شكمان خلفيات، سبير خلفي، الهوك. عندنا هنا عده الهوك الى اخره اللي تبي تسحب فيه الى اخره كهرب. عموما هذا باب الصندوق زي ما نلاحظ. طبعا لا ننسى ان الانوار الخلفيه LED خطوط. هذا الدرج. وعندنا هذه مساعده للصعود الى باب الحوض كذا نكنسلها. عندنا الانارات اللي داخل الحوض من الجهتين، وعندنا برضو هنا منفذ طاقه اذا احتجناه معنا اغراض ولا شيء كشته طالعين فنستخدمها. طيب عندنا هنا كاميرا خلفية، وهنا إضاءة مساعدة للكاميرا الخلفية. لمبات الحوض برضو هذه زيادة إضافية. ننتقل لصرفية الوقود، تقييمها سيء جدا 9.7 لكل لتر بنزين، نوع البنزين 91، جي ام سي سيارة 5.3 2022 دفع رباعي.
مفاتيح السيارة، دخول ذكي، تشغيل ذكي، كذلك خاصية التشغيل عن بعد، وفتح باب الصندوق عن طريق المفتاح الذكي. هذا هو. شوف محرك السيارة، هو المحرك الأكثر شعبية. هذا هو ما شاء الله المحرك 5.3 V8 سلندر. توقع الكبوت الألمنيوم خفيف لأنه. طيب المراتب منفصلة متصلة، فنقدر ننزل التكات تصير زي المنفصلة. فهذه زي ما قلت لكم ليش الفئة المرغوبة، داخلية تجي فاتحة كذلك منفصلة ومتصلة بنفس الوقت. طبعا ما ننسى ان الكرسي كهربائي الخاص بالسائق. شوف كرسي الراكب، بس لحظة شوفوا شعار جي ام سي اللي هنا موجود. صراحة السيارة فيها لمسات كثير جميلة. كرسي الراكب يجي يدوي، طبعا هذا هو خلف مساحات تخزين خفيفة. عندنا سنتر روك في باب الراكب، فورميكا التخشيب طبعا على باب فقط، درج علوي، درج سفلي، بسم الله. طبعا ما في وطايب هذه الفئة. اشغل لكم السيارة. اشتغل كيف على الاوتو. بس ليش اوتو رافع درجة حرارة؟ طفي فليشر بعد. لا الحين انا الحين ايش سويت بالضبط؟ ايوه خفض المكيف. طيب عندنا زجاج كهربائي، المرايه كهربائيه، السنتر لوك طبعا زي ما لاحظ في باب السائق، كذلك عندنا في باب الراكب. هذا حق المقطوره، هنا نخليه دفع خلفي، هنا الاوتو، طبعا الدبل خفيف الدبل الثقيل، وعندنا هنا طبعا لمبات الحوض، عندنا هنا الاشارات، مو باشارات عفوا، اللمبات اللي في المرايه موجوده في وضعيه الاوتو، الانوار تقريبا انها تطفي بالليل تشتغل، تحكم في مستوى الاضاءه الداخليه للعدادات. دركسونس عفوا قبل دركسون السيارة، هذا طبلون السيارة الار بي ام. عندنا هنا السرعة، عندنا البطارية، تنك الوقود، الحرارة والزيت، وعداد رحلات يجي باللغة العربية. هذا هو دركسون السيارة، طبعا مكسب الجلد رباعي، مثبت السرعة، الأوامر الصوتية بلوتوث، تحكم طبعا بالنظام الصوتي إلى آخره، من خلف المقود يجي. وهنا التحكم خاص بعداد رحلات. الجير اوتوماتيك، نحط ال L ونشوف كم سرعة، زي ما نلاحظ 8 سرعات على الغمارة. تكلمنا عن زر التشغيل ذكي، عندنا هنا طبعا شاشة معلومات، الشاشة هذه تدعم اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، ولا ننسى ان فيها كاميرا خلفية زي ما نلاحظ. طيب السيارة لا ننسى ان فيها نظام اس او اس حق الطوارئ، النستار الى اخره. نروح لمكيف السيارة، يجي لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب. طيب عندنا هنا حق طفي الباقات الجانبية، الحساسات طفية شغل عن طريق هذا الزر. عندنا هذا نظام ستارت ستوب، توفير وقود، فتح باب الصندوق من هنا برضو الباب اللي قبل شوي. طبعا فليشر تراكشن، هذا اللي يوصل طاقة للفيش اللي بالحوض، وهذا نظام الانحدارات، هذا خاص بالمقطورة التايب سي. منفذ USB والSD كارد خاص بالنظام الصوتي، ومنفذ الطاقة الكلاسيكي. وعندنا هنا فيش كهربائي برضو ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اذا كان يحبون الاماكن التخزين وفياش الكهرباء يعشقونها. عندنا المرايه الداخليه طبعا جايه عادي ما هي تعتيم. انوار السقف LED. الشماسات فيها مرايه مع اناره. شماس السائق كذلك الراكب نفس الفكره. ننزل لكم التكايه هذه من هنا، نسحب الخيط حقها. هذه التكاية، كيسة شوي، مشكلة في إبرة تقطيع، لا 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 ما يحتاج، اسحب بس سحب. هنا بس نشده، خليه لرخاوة، هذا هو، بسم الله.
هذه التكاية زي ما نلاحظ في مساحة تخزين. هنا حاملات الأكواب، عفريت السيارة إلى آخره. نسكر، شوف الدرج اللي هنا موجود مع مساحة تخزين زي ما نلاحظ برضو أسفل المرتبة هذه. السيارة تشيل 3 أشخاص كنظام سلامة، لكن ما شاء الله تشيل 4-5 بس بدون سلامة، يعني ما أنصحنا يركب بالسيارة أكثر من عدد أحزمة الأمان عشان دائما تكون في السليم، وكل واحد رابط حزام أمانة، ولأن حافظ الله بعد الله يعني عز وجل حزام الأمان. طيب متابعيني الكرام، بشكل سريع خلينا نتكلم عن المواصفات. ترى في شيء ما ذكرته اللي هي خاصية النقطة العمية، ترى موجود فيها خاصية النقطة العمية، خلينا نصورها لكم. بسم الله، هذه موجودة، أتوقع واضحة معكم. طيب متابعيني الكرام، بالنسبة للأمن والسلامة بالسيارة في فرامل بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للساق والراكب، وإرباكات جانبية، وعدد 3 أحزمة أمان، ولا ننسى النقطة العمية. أتمنى متابعيني الكرام يكون عجبكم المراجعة السريعة على جي ام سي سيارة 2022 اس ال اي، باب صندوق فيه درج عشان نعرف أبو درج يعني. طبعا وارد الوكيل، السعر حدود 168 ألف ريال. طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.